السلام عليكم يا مشاهدي قناة ريان المختلف في فيديو جديد. نضع معتذر على غيابي الطويل جدا والذي كنت أعوده وفقط ببعض الشرطات. ولا أنسى شكر جميع متابعي الأعزاء على 143 مشترك. بالفعل أشكركم، الله يحفظكم. بالفعل شيء رائع عندما وصلت إلى 100 مشترك. وطبعا اليوم سنلعب لعبة تسمى أكيناتور، وفكرة هذه اللعبة هو هناك مارون أزرق يجب يعني تفكر في شخصية وتطرحها عليه ويبدأ في طرح عليك الأسئلة فأنت تحاول الإجابة. إذا سنتحداه، ما لم نرى ماذا يقول هناك. تحداني سوف أقرأ أفكارك، عليك التفكير بشخصية حقيقية أو خيالية. حسنا سأفكر بينما أنا ألعب. ماذا نضع يا أصدقاء؟ دعوني أفكر بينما تسمعون أغنية غريبة. أولا سأضع له شخصيات في اللعبة تسمى بريتاي شابتر 3. إذن سنبدأ أول شيء بالشخصية الرئيسية فيها كاتنا. إذن سيقول لي هل الشخصية عربية؟ لا. هل الشخصية مخيفة؟ نعم. هل الشخصية امرأة؟ لا. وسوف نذهب إلى شخصية امرأة. هل الشخصية ترتدي ملابس رجالية؟ لا. هل الشخصية من الحيوانات؟ نعم. هل الشخصية من لعبة بابي بلاي فايف؟ بدأ يقترب. هل يا ويلي يا ويلي، فقط 7 أسئلة يا صديقي. نعم. هلا يا ويلي. لا 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 ارجع. نعم بدأ وجده. هل لون الشخصية مائل إلى قلنا نعم. يا ربي يا كلب، والله وجدها ذكي هذا الملك، هذا المارد. كنت أريد أن أقول هذا الملك. دقيقة يا أصدقاء سأقطع عليكم لأنني أعرف ماذا سيحصل. إذا في الجولة الأولى الكلب استطاع أن يفوز علينا 1-0. إذا سنبدأ الجولة الثانية. مهلا يا مفكر في الشخصية، إنه يسمع في الميكروفون. سمعت هذه المعلومة في مكان، لهذا سأقولها الآن. أفكر. أجل سأضع الشخصية المتوحشة من كاتنابا التي هي كاتنابا الكابوس. إذا هذه الشخصية مرعبة طبعا. نعم. هذه الشخصية ذات بشرة زرقاء؟ لا لا، إنه يقترب يا أصدقاء. سأشتت وسوف أقتل هاجي واجي. لا، إنه يقترب من هاجي واجي، ولكن هاجي واجي آخر ليس بشرته زرقاء يا أصدقاء. الله يجزاك. لا، هل الشخصية أنثى؟ رأيت؟ لا، هل الشخصية من الحيوانات؟ هل الشخصية عبارة عن قطة؟ لا، هل الشخصية؟ لا، نعم، هل الشخصية تتحول في الشوارع؟ لا، لا، هل الشخصية من عالم الألعاب؟ نعم، نعم، تمشي نعم، هل تتحول الشخصية إلى حيوان؟ هي أصلا حيوان، ماذا تخربش علي؟ هل تعيش الشخصية في الغابات؟ لا. هل الشخصية فاقدة للذاكرة؟ مهلا مهلا مهلا، لقد أخطأت بالغلط. لا. هل والديك هم أهلها الشخصية أيضا؟ وين؟ أين؟ أين يا أكيناتور؟ إذا قال هل لون شعر الشخصية بنفسجي؟ لا. نعم. هل تأكل الشخصية اللحم البشري؟ نعم. هل تقف الشخصية على قدمي؟ لا. لنرى. ليس كذاب، ليس كذاب. يا للمؤسف، لقد أحزنتني. نعم. هل الشخصية من القطط؟ قلنا نعم. عبارة عن دمية؟ نعم. هل الشخصية؟ لا. هل الشخصية مائلة إلى البنفسجي؟ لا. علاقة باللون الأسود؟ نعم. هل ترتدي شخصية القفازات؟ لا. هل الشخصية عبارة عن دمية أو لعبة أطفال؟ نعم. هل الشخصية ذات جسم عملاق؟ نعم. لنراها روجدة. حسنا شخصية نادرة، سنشاهد إعلان ونعود. نايت مير كاتنا. يا وغد يا وغد، الله وجدها وجدها. 2-0، هو 2 وأنا. إيه؟
عظيم العز. صفر. مع الأسف نعم إنها ناب الكابوس. دقيقة يا أصدقاء، سأعود لكم بعد هذا الإعلان. إذا عودنا لكم بعد أن تفعلوا الفنس. إذن الآن الشخصية الجديدة التي سنقوم بها هي نايت مير هاجي واجي. إذن لننطلق يا كيناتور يا وقت. هاي الشخصية مخيفة على طول. هاي الشخصية الحيوانات لا. هاي الشخصية امرأة لا. هاي الشخصية ذات بشرة زرقاء لا. لا. هل تحب الشخصية الشر؟ أنت أهبل. هاي الشخصية المسلسلة أنت أهبل. أتظهر الشخصية ملابس داخلي يا حبيبي. نرى. مسكي الله بيجد. هلا بيجد هالمرة الأولى. رائع. إنه ليس هاجي واجي العادي. بل هو الشخصية الأنثوية من هاجي واجي. أنتم طبعا تعرفونها. دقائق الله كنت سأقوله. إذا استمرار. هل طلع الشخصية قبعة رأس من نوع ما؟ أنا أفكر. لا لا. هل الشخصية ابتسامة مرعبة؟ إنه يقترب. نعم. هل لدى الشخصية أسنان ضخمة؟ نعم. هل تدعم الشخصية القد أنت يعني أهبل؟ دلنا. لا 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 لا. ثلاثة لصفر. لا. الواحد. الواحد والله برنامجتك ذكية عكس ما كنت أظن. الله يسحق نظرة الأولى الغبي. إذا الآن الشخصية الثانية. دقيقة يا أصدقاء. عدت لكم بعد أن عرف الوغد. ما زلت أغضب كثيرا. عدت بعد ما عرف الوغد تلك الشخصية. يا ويلي. ولكن انتظروا في الآخر سيتفاجأ. سيبقى ساعتين من أجل أن يعرف هذه الشخصية. وما هي؟ إذا هو لا يسمع الآن. ريالي لو احترف. إذن لندخل الآن الشخصية الثالثة ستكون ميسيس ديلايت والتي هي مدرسة شريرة في الشطر الثالث. وطبعا سبق لنا شخصيتها. ماذا قال هنا؟ لقد حذرت الشخصية هذه المرة أيضا. الشخصية سبق لعبها واحد يا أخي لعبها 1.177 مرة. نايت مير هاجي واجي من لعبة موبي بلاي تايم. نعم. مع الأسف هاي الشخصية ترتدي ملابس رجالية. ماذا كنا سنقوم به؟ أجل تذكرت. قلنا أن سنقوم بميسيس ديلايت. لا لا لا. نعم. هاي الشخصية شريرة. نعم. لا لا. علاقة يا هذا الله أزعجني. إنه سيعرفها. أنا أصدقاء مدرس. ويلي يا ويلي. اسمع اسمع. استعرف واستعرف. هاي ممكن يمزعج. نعم. هل الشخص لماذا؟ يا ويلي أرجوك. الله ينعل أبوك. الله ينعل أبوك. وجدت لا أعرف الشخصية. وجدت لا أعرف الشخصية. إذا نعدت لكم بعد أن فزع علي هذا المزعج. الوقت الكلب. 4-0. ما ثلاث توقعات. أنا أقرب الشخصية المهمة. إذا ماذا أنا أجل دوغ داي. دوغ داي يا دوغ داي. كم عندك داي يا أصدقاء؟ الآن 5 نقاط. إذا ماذا قلنا؟ هاي الشخصية أنثى. هذا السؤال. هل الشخصية أنثى يا أصدقاء؟ لا لا. هل الشخصية عربية؟ لا. هل الشخصية ذكر؟ نعم. هل الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ لا. هل الشخصية حقيقية؟ لا. هل الشخصية من عالم الأنمي الياباني؟ لا. هل الشخصية من أنمي؟ لا 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 لا. هل تظهر الشخصية على الألة؟ هل تستخدم الشخصية على الألة؟ هل الشخصية تحب الرجال؟ إلى انتقلت يا أخي كما قول الله إنك واد. لا يخجل هذا من نفسه أمام المتابعين. لا لا الشخصية ليست شريرة. لا نبدأ ليس. يا ويلي. المهم هو ليس شريرة. لا
أرجوك 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 أرجوك. إزعاج يا كلب. وجد أنا عارف هذا الدعي. نعم دكتور. دقيقة دقيقة. عدت لكم بعد أن هزمني هذا الكلب. حمار ليون على أمه. هزمني وجدت كما العادة. كما العادة. كما العادة. لنرى ما الإنجاز الذي لقد حزرت الشخصية هذه المرة أيضا. الشخصية سبق لعبها سبعوية وزبوية مرة على الماجيس. أجيب عن المزيد من الأسئلة. تعديل اسم الشخصية أو الوصف. ما عادي أرسل صورة. دقيقة. إذا أتركوا يا أصدقاء مجرد كلمة مجرد تفاهات. إذا الشخصية التالية تكون كيس ميسي وهي زوجة هاجواكي. طبعا الآن سنقوم يا أصدقاء بهاجواكي. لا أرقد قلته له مجددا. الشخصية مرعبة. لا ليس هاجواكي نسيت إنه شخص ظريف جدا ذاك الشخص. الشخصية عبارة عن مارد أو جني. لا الشخصية حقيقية. لا الشخصية أنثى. نعم الشخصية مقاتلة. لا الشخصية من الحيوانات. لا هاي الشخصية من عالم. نعم الشخصية عبارة عن دنيا. نعم هاي الشخصية لون شعر أحمر. أجل تذكرت الشخصية بلون شعر أحمر سأخبركم إياها لاحقا. هاي الشخصية ذات لون وردي. لا هاي الشخصية علاقة. لا الشخصية فاقدة للذاكرة تأهبة. هل الشخصية شقيق توأم؟ لا 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 لا. الشخصية بيضاء؟ لا. الشخصية خنزير؟ الله أستغفر الله منك يا ويلي. هل الشخصية قابل للتمرد؟ لا. الشخصية زهري؟ لا. نعم أستخدم الشخصية الشامبو. ماذا خطبه؟ هل تعمل ماري أصدقاء قلت ماذا خطبك؟ الله يعني أهدى. هل تعمل الشخصية في مصنع؟ نعم. يا ويلي لقد هزمني خلاص. الله يريد الاعتراف. ولكن ما زالت هناك الشخصيات مع الأسف. إذن عدنا يا أصدقاء مجددا. لكن أطول أريدكم تسمع هذه المرة. سأسمعك حتى بطاطني في أحلامك. يبتعد يعني قال لي سأسمعك حتى وأجبك في كل مكان. والله مزعج. نرى ماذا قال هنا مجددا. تقدمنا الشيء. هاي الشخصية لا توجد. لا توجد. لا أعرف لماذا. أين كنا يا أصدقاء؟ ولكم سنقوم. الشخصية الحمراء هي بوكسيبو. أعتقد أن الجميع يعرف. بوكسيبو هو عبارة عن دمية في صندوق موسيقي. عندما تقوم عندما يفتح يأتي دمية وفاة تأكلك. هذا هي ببساطة وتعرف بوكسيبو حرفيا. إذا هي للعب. الشخصية مرعبة على طول. لقد فهمني وعارف ماذا أفعل. نعم هل الشخصية امرأة؟ لا. هاي الشخصية من الحيوانات؟ لا. هاي الشخصية ذات نشرة زرقاء؟ لا. هاي الشخصية ذات دميمة للزلجالية؟ لا. هاي الشخصية طفل؟ لا. هاي الشخصية من لعبة بابي بليتان؟ نعم. هاي الشخصية مكعبة الشكلية وقت؟ هاي الشخصية أحمر اللون؟ نعم. هاي الشخصية حمراء؟ نعم. الله ينعل أبوك يا كلب. أو لا. إذا توقت لنا شخصية واحدة تسمى هذه الشخصية بابي. إذا سوقت لنا شخصية واحدة كما قلنا وهي بوبي يجري صغيرة. طبعا لك مخلقات الشمال وقت المتسمة كنت جربتها معه ولكنه لم يستطيع أن يخزرها لأنها متجمعة ويتكلم عن شخصية واحدة. المخلوقات المتسمة سخصص عنها حلقة لوحدها ليعرفهم هذا المزعج. إذا هنا كنا على الشخصية مرعبة. لا هاي الشخصية من الحيوانات؟ لا. هاي الشخصية ذكر؟ لا. هاي الشخصية أنثى؟ نعم. هاي الشخصية عبارة عن دمية؟ نعم. هاي الشخصية ليها لون شعر الشخصية أحمر؟ نعم. هاي خاصية الكرامة؟
يا ويلي. اوه رايتهم والله صدمني في 5 دقائق. خمس ثواني. يا ويلي والله صدمني. تطبيقات آخر الزمان يا ويلي لم يعد موجودا تعرفوا في المدرسة. يا ويلي عدت لكم بعد أن أعرف هذا المزعج. والآن الحسم بشخصيتي لنقرأ ماذا سيقول. لقد حذرت الشخصية هذه المرة أيضا. الشخص سبق لعبها 21200 و58 مرة. إذا يا لنا ادخل سأجلدك. هاي شخصية أنثى أنت أهدى. هاي الشخصية عربية. نعم هاي الشخصية عضو من أعداء باور. لا هاي الشخصية يوتيوبر. نعم هل شهرة الشخصية بسبب الألعاب الإلكترونية؟ طبعا هاي الشخصية تلعب روبلوكس إن شاء الله. هاي الشخصية من أصول سعودية؟ لا هاي الشخصية من الأردن؟ لا هاي الشخصية ذات أين ذكرت للوحوش؟ هاي الشخصية من أصل عراقي؟ لا الشخصية من أصول سورية؟ لا هل تحب قليلا نقول له نعم ما لا أعرف أحبها قليلا. هل الشخصية من أصول جزائرية؟ لا أنت تقترب من الأصول. لقد وجدها. الشخصية من أصول مغربية؟ نعم الشخصية علاقة بالأرانب أنت أهبل. هل الشخصية لحية قصيرة؟ لا ذهب وإلى تيار. هل لدى الشخصية أخ مزعج؟ ليس لدي أخ مع الأسف لدي أخت. هل تربي الشخصية حيوان في منزلها؟ لا ليس بعد. نعم هذا رقم يفضل في الحقيقة قليلا ولكنه بفضل عيني. أتقول الشخصية بعمل رومات مع المتابعين؟ ماذا يعني رومات؟ دقيقة سأذهب وأشرح معنى رومات. إذا عندما عدت لكم وجدت معنى الرومات وجدت أن هذا المزعج قد مع الأسف لقد نزع تلك الأسئلة التي طرحتها عليه الوقت. الوقت يجب أن نعيد. طبعا لقد فهمت الرومات. إذا أعطاها لنا مرة أخرى سأجيب. هاي الشخصية ذكر نعم الشخصية ذات بشرة زرقاء. لقد ذهبت بعيدا. الشخصية تسير على نعم هل الشخصية تشعر؟ طبعا هل الشخصية حقيقية؟ طبعا هل الشخصية من الأردن؟ لا هل الشخصية عربية؟ نعم هل تعيش الشخصية في السعودية؟ لا هل الشخصية من أصل عراقي؟ لا هل الشخصية تحب الأفريقية؟ نعم هل الشخصية من أصول جزائرية؟ لا هل الشخصية من أصول مغربية؟ نعم هل الشخصية علاقة بالأرانب؟ لا هل الشخصية متزوجة؟ لا هل لدى الشخصية أخوة؟ ليس أخوة. لا هل الشخصية لحية قصيرة؟ ذهبت مجددا إلى تيار. هل تربي؟ إلا من الممكن لأنه قليلا. تقول الشخصية بعمل رومات مع المتابعين. طبعا الرومات هي دردشة مباشرة مع متابعيك يعني تأخذوا حسابهم وتتكلموا معهم. لا ليس بعد. لقد حملت تطبيقا للرومات مع أصدقائي وسوف إن شاء الله أقوم ببعض الرومات مع متابعي الأعزاء. هل تشتهر الشخصية باللعب فيفا؟ لا لا ليس 100,000 متابع. لا إن شاء الله أتمنى أن أصل لها لكن ليس الآن. شخصية يوبر طبعا لست طفلا قليلا مغيب. هالشخصية ماهرة في استخدام الكمبيوتر. أنا ألعب بالهاتف ليس لدي حتى كمبيوتر. يا ليس ألف قريبا إن شاء الله. الشخصية على معرفة شخصية بك؟ لا هذا هو أنا. الشخصية على مايكرافت؟ لا الشخصية أكبر منك؟ ماذا وجدت؟ حسن نادرة دقيقة مستر يوبلر يوتيوبر مغربي الله يلعن هبوك مستر يوبلر. يا وقت
ماذا؟ وجد الكلب وخرجني، لا أعرف ماذا فعلت. الشخصية مريبة، لا الشخصية عربية. 20 دقيقة، يا ويلي المارد الغبي. الشخصية عربية، نعم. هل الشخصية أكثر من 100 مشترك على اليوتيوب؟ نعم. أخيرا الشخصية من الأردن؟ لا. الشخصية السعودية؟ لا. الشخصية من أصل عراقي؟ لا. الشخصية تحب لعبة فري فاير حاليا؟ الشخصية من أصول مغربية؟ نعم. الشخصية على قائمة الأرانب؟ لا. الشخصية متزوجة؟ لا. للشخصية يا أخواني أعمله؟ لا لا. الشخصية اللحية قصيرة ليس طيار. أطلب الشخصية حيوانا في منزلها؟ لا. من الممكن أتقع الشخصية بعمل رومات مع متابعين إن شاء الله؟ أجتيا؟ لا. إن شاء الله. هل الشخصية أحسنت؟ الشخصية لعب ماينكرافت؟ لا. هل والدات الشخصية من أصول مغربية؟ نعم. هل هو يوتيوبر غير مشهور؟ نعم. هل الشخصية أكثر من 5 ملايين متابع؟ أنت أحول. هل تضع الشخصية الكثير من المنتجات التجميلية؟ أنت أهبل. الشخصية من خارجي كلمة العلوم، كلية العلوم؟ ماذا؟ لا أفهم. أقامت الشخصية بأداء مناسك العمر مرتين؟ يا ويلي أنا أهبل. هل تمتلك شخصية سيارة بورش؟ أنت أهبل. يا ربي يا ربي أرجوك، هو عليه مزعج. لا لا سأستعمل، إذا أعذبك الآن. الشخصية يوتيوبر؟ نعم. الشخصية تعرف والدي؟ يا ربي خلني أتكلم عن شخص آخر. الشخصية من إحدى دول المغرب العربية؟ يا ويلي. أتتميز الشخصية بجسم رياضي؟ ومن يعلم؟ لا. هل اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ نعم. أنا لسه مشهور. هل تحب الشخصية الشاورما؟ لا. أنا أصلا أعلم، حتى لا أعلم، لا أتذوق قصص الشاورما. هل سبق وقابلت الشخصية أحد من عائلتك؟ يا ويلي. نقول نعم. هل الشخصية هي والدتك؟ نعم. يا ويلي أرجوك أرجوك، سأبوس والدي. ويلي لم يعرف هذا. استمر. الشخصية يوتيوبر صغير السن؟ نعم. هل تعرف الشخصية أحد أصدقائك؟ قولوا نعم. هل الشخصية قناة خاصة به؟ نعم. هل الشخصية قناة خاصة بموقع اليوتيوب؟ نعم. هل الشخصية أحسن؟ إن شاء الله نصلنا إن شاء الله. إنستغرام؟ اذهب اذهب يا ولد، ضربت يوتيوب، ارحل عني. يا أرجوك إكس خالد. وجدت يوتيوبر عليه اسم عربي، ولماذا لا تجدني أنا؟ ريان المحترف. ها أنا قلتها لك، اسمع، ريان المحترف قلتها لك حتى في الميكروفون. يا كلب أنا مريض، أعتذر أصدقاء. لماذا لم تستمر يا كلب؟ دقيقة، ماذا يقول هذا الشخصية؟ أقول لك أنا يا كلب. لنرى. لا. هل الشخصية مرعبة؟ لا. نعم. هل الشخصية عربية؟ نعم. هل الشخصية أكثر من 100؟ لا. هل الشخصية من الأردن؟ نعم. الإجابة التي توقعناها. لا. تعيش الشخصية في السعودية؟ لا. الشخصية من أصل عراقي؟ نعم نعم. الشخصية من أصول مغربية؟ لا 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 لا. من ممكن يهرق الشخصية وخطارة؟ لا. هل الشخصية يلعب ماينكرافت؟ نعم. هل والد الشخصية
شخصية مغربية. نعم، هل والد شخصيتي مغربية؟ لا. نعم، هل شخصيته من إحدى دول المغرب العربي؟ لا. هل تتميز شخصيته بجسم رياضي؟ نعم. هل اشتهرت شخصيته هذه الشخصية عن طريق يوتيوب؟ دقيقة، ماذا أفعل؟ دقيقة دقيقة، مع الأسف ما أعرف شخصيته. إلى الوداع يا أصدقاء، أتمنى من كل حي.